إليكم آية استوقفتني طويلا وأكررها كثيرا كلما وجدت نفسي حائرا لا أعرف أين أتوجه. أتذكر هذه الآية فيهديني الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أيها الأحبة ذكرت فيها الناصية التي هي منطقة القيادة والتوجه والسلوك. هذه الناصية ذكرت في القرآن الكريم على لسان من أيها الأحبة؟ على لسان سيدنا هود عندما قال إني توكلت على الله ربي وربكم. أيها الإنسان، هل توكلت على الله حق التوكل؟ هل لجأت إلى الله وتركت كل البشر؟ هل وثقت بالله تبارك وتعالى وتركت كل ما دونه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. سبحان الله، الله عز وجل يأخذ بنواصي الطيور والدواب والكائنات. اكتشف حديثا أيها الأحبة أن منطقة الناصية لدى الطيور والدواب هي المنطقة المسؤولة عن الهداية والتوجه. من أعلم سيدنا هود في ذلك الزمن ليقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها؟ فالله تعالى هو الذي يأخذ بناصية الخلق ويوجههم كيف يشاء سبحانه وتعالى. لكي تضمن الهداية لابد أن تعترف أن الله على صراط مستقيم، أن الله لا يهدي إلا إلى الحق، والله يهدي للحق، إن ربي على صراط مستقيم. أخي الحبيب، كلما وجدت نفسك حائرا، كلما وجدت لديك حزنا، مشكلة، ضيق، تذكر هذه الآية. انسى الدنيا، اعزل دماغك عن هذه الدنيا وفكر بالخالق عز وجل، فكر بهذا الخالق العظيم، هذا الإله الرحيم قريب منك، خاطبه، تكلم مع الله عز وجل، لأنه يقول لك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله قريب منك جدا، أكثر مما تتصور. إني توكلت على الله ربي وربكم. هذه الآية قيلت بعدما يأس سيدنا هود من كفر قومه وإلحادهم وأذاهم، واتهموه بكل التهم لسيدنا هود عليه السلام، واستهزأوا به وطلبوا منه العذاب، استعجلوا بالعذاب وفعلوا كل شيء، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه وحماه ووجهه إلى الاتجاه الصحيح ببركة هذه الثقة بالله. إني توكلت على الله ربي وربكم. عندما تقول لإنسان ولو بينك وبين نفسك الله ربي وربك، تستصغر كل العباد. انظروا إلى هذا الكون يصبح أصغر من الذرة في نظرك عندما تقول إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا الكلام يمنحك طاقة وقوة لا يمكن أن تحصل عليها، تستمد قوة من الله عز وجل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذا كان الله يأخذ بناصية حتى البكتيريا، حتى الدواب، حتى كل مخلوق صغير، كل ذرة في الكون الله يتحكم بها، فالله يتحكم بكل شيء، ولا أحد، الواحد القهار هو الله. فلا تظن أن أحد يستطيع أن يؤذيك إلا بإذن الله، لا تظن أن أحد يستطيع أن يضرك إلا بإذن الله، لا تظن أن أحدا يستطيع أن ينفعك بشيء إلا بإذن الله. طيب، ما دام مركز القيادة عند الله لماذا تلجأ لهؤلاء؟ ما دام القرار فوق عند الله لماذا تلجأ لهؤلاء العباد الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم أي شيء أيها الأحبة؟ كيف تلجأ إليهم وتنسى هذا الخالق العظيم؟ لا تتوكل عليه. والتوكل أن تسلم أمرك ونفسك وحياتك وكل شيء، تسلمه لله بين يدي الله وتقول يا رب دلني على الطريق الصحيح، وجه هذه الناصية كما وجهت كل الكون، وجهته وأخذت بناصية كل ما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها. الطيور أيها الأحبة تسير عشرات الآلاف من الكيلومترات وتعود لمكانها بسبب هذه الناصية القوية، قوة التوجيه لديها. هذا الإله العظيم الذي يوجه مليارات الطيور بطريقة صحيحة ودقيقة حيرت العلماء حتى الآن، أيعجز
أن يوجهك إلى الطريق الصحيح، أن يأخذك إلى الرزق وإلى السعادة وإلى الطمأنينة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على صراط مستقيم، إنه سميع مجيب عليم خبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.